شكرا للحضور الكريم، شكرا لمركز حقوق الناس، وشكرا اكثر للذين بقوا معنا. قصيدة اهديها للأديبة والشاعرة فاطمة بن دالي والشاعر عبد الكريم الوزني، واسمحوا لي ان امارس سلطتي لأتقاسم هذا الإهداء مع كل الحاضرات معنا في هذا الحفل. إذن هي إهداء إلى كل امرأة عربية أحبت في صمت ورحلت في صمت دون أن تبوح بعشقها للرجل. شكرا. القصيدة من ديوان وشم على كاحل مرقب. الغازية العربية، بين أحضانك خليلتي أتلفت كل أسمائي وعناويني، في حضرتك رفيقتي أعلنت نهاياتي وبداياتي، عند باب مدينتك معبدك أحرقت كل بطائق هوياتي، تجردت من كل عباءاتي لأخذ إنسانا بلا وطن، إنسانا يبدأ من جديد على يديك. لو كنت أعلم يوما أنك آتية قادمة من بعيد، كسيل الماغول من بلاد البرد والثلج والوطن، لتدخلين قلعتي، لتسكنين حظيرتي، لتحطمين أسوار مدينتي. آه ثم آه، لو كنت أعلم يوما أنك قادمة من بلاد الجن والملائكة، كعصف يأكل عالية الكتفين حافية القدمين، لكنت الرشاح الذي يحمي كتفاك من حر الشمس، لكنت الثرى الذي يحمي قدماك من تعب المشي، تمشين نحوي وعيناك تبوح عشقا، تنطق شوقا وشغفا، عيناك ستارة ضباب، وجنتاك غمامة حزن، أصمتي واصل السير، فقد أعياني الانتظار على شرفة أهلابك، فلا تغمضيها كي لا أسكت، كي لا أصبح خارج مدار الانتظار، سنوات العجاف وأنا أعبر أتحسس جغرافية جسدك في مخيلتي وحيدا، فكل قصيدة عربية هي عروس عربية بخنجر عربي اغتيلت في ليلة عرسها، كل قبيلة عربية هي قصيدة عربية هي عروس عارية انتهكت في عزة أهلها، عربي أنا وكل عربي يسكنني جريح، وكل أرض تنطق الضاد هي قصيدتي، بل عروس مستباحة. شكرا.